لأنهما إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك، أجمل تاج يتزايد به الإنسان إنه يبقى إنسان حكيم. لأنه ممكن تبقى ملك، ممكن تبقى غني، ممكن تبقى مشهور، لكن في الآخر هتبقى نهايتك صعبة. وزي ما قالها في أرميه 17، يكون أحمق عند نهايتي. فهيرودس الملك مثلا كان عنده تاج على رأسه لكن كان أحمق في نهايته، بينما سمعان الخراز مثلا في التاريخ كان راجل حكيم وعاش حكيم لكن فقير. فالحكمة تخلي الواحد رافع رأسه، رافع رأسه قدام ربنا قبل أي حاجة، يبقى رافع رأسه للأبد. إكليل نعمة لرأسك ليها معنى تاني، أن الحكمة تخلي أفكارك فيها نعمة. يعني إيه؟ في واحد بيعرف يفكر، وفي واحد بيفكر غلط، دايماً طريقة تفكيره غلط. ليه؟ نقصه حكم. لكن في واحد منهج تفكيره صح، دايماً بيفكر بطريقة فيها نعمة كده. نعمة دايماً معناها حتة إلهية، دور خفي كده لله، زي لما يتقال كل ما يمد إيده في حاجة تمشي، دي نعمة. كل ما يفكر في موضوع يمشي بسهولة، دي نعمة. إكليل نعمة لرأسك، يعني لو ركزت إنك تبقى حكيم طرقك تبقى سهلة، تبقى ماشية. لكن في ناس تفضل طول حياتها تخبط وترزع وتتخانق ومفيش حاجة بطريقة راضية تمشي. واللي فاهم يقول لك أنا مش حاسس إن في نعمة في حياتي. طب ما أنت اللي مضيعها، لأنك مش عاوز تسمع الكلام، مش عاوز تتعلم الحكم، مش عاوز توطي راسك لشريعة أمك، تعليم الكنيسة، مش عاوز تسمع تأديب أبيك وتخضع لأب اعترافك كفاية. إكليل نعمة لرأسك وقلائد لعنقك، دايما العنق إشارة إلى الخضوع. العنق دايما في الكتاب إشارة أن الواحد يوطي راسه، يعني يقول حاضر. لما فكرك يستنير بالحكمة وإرادتك تخضع للحكمة تبقى إنسان حكيم، تبقى إنسان مثالي، تبقى إنسان ممجد إلى الأبد. يبقى في قلائد على عنقك. القلائد دي كانوا بيحطوها زي الناشين كده أو سمة للناس المنتصرة. فأنت لو سلكت بحكمة أنت تقلد في الآخر بأنك أنت رافع رأسك ورافع رقبتك. قيل عن اليهود مثلا غليظ الرقبة. يعني ايه غليظ الرقبة؟ يعني مش عاوز يعمل كده، مش عاوز يوطي راسه. الشريعة واضحة، كلام ربنا واضح، وهم مش راضين يوطوا راسه، فكانوا جهال، ما كانوش حكماء، كان عندهم ربنا واضح وكان في معجزات في حياتهم وهلكوا، وضيعوا وعود ربنا وضيعوا عز ربنا وضيعوا اختيارهم. يعني كانوا شعب مختار فقدوا الاختيار بسبب انه دماغهم ناشفه ورقبتهم ناشفه، ما بيقولوش حاضر. يبقى خلي بالكم، مش كفايه ان انا اسمع واعرف، لازم كمان اقول ايه؟ حاضر، ابتدي اعمل. لان لو عرفت معلومات كتير، مثلا واحد سمع وعظ عن التواضع وما عملش حاجه، لا مش كفايه، بقى في شويه افكار كويسه بس رقبته ما نزلتش، ما تعلمش يقول أنا آسف، ما تعلمش يقول أخطيت، ما تعلمش يقول أشكرك، ما تعلمش يستحمل الناس، يبقى خد كلام بس. واحد اتعلم سمع وعظ كتير عن العطاء وبركات العطاء والخير اللي هتاخده من كتر العطاء، وبعدين عنقك فين بقى؟ وطيت راسك بقى ولا لسه؟ يعني سلمت للمنهج الجديد وبقيت فعلا سخي، ولا أنت زي ما أنت؟ ما يبقى ما فيش حاجة. إكليل نعمة لرأسك.